اوقات لكم احلى تحيه من بابلون تي في وحلقه جديده من برنامج بابل تشات. طبعا ارحب ايضا بزملائي بالاستوديو جودي وماريان. مساء الخير ريان. مساء الخير. مساء الخير شباب. مساء الخير. طبعا انا هم من ريان راح اكون وياكم على مدى الفقرة بابل تشات. إن شاء الله تستمتعون بفقرتنا وبمواضيعنا الجديدة. مثل ما عودناكم يوميا يكون عندنا موضوع معين نتناقش به. طبعا أنتم هم لازم تشاركونا لايف. إحنا على الفيسبوك تقدرون تشاركون من خلال تعليقكم ومقترحاتكم. إذا أحبتي المشاهدين بس انتظروني لحظة دقيقة. أوكي أنا يوميا دخلت لايف حتى نكون سوا على الفيسبوك. مشاهدينا الكرام اليوم راح نحكي على موضوع طبعا مو قسم من الناس ينصابون به، لا تقريبا 95% الى 96% من الناس كلهم معرضين انه ينصابون بهذا المرض اللي هو الاكتئاب. شنو هو الاكتئاب؟ هل هو مرض ام مو مرض؟ الصدمات، الاكتئاب مثلا، الحالات اللي يتعرض لها الانسان منين تجي، شلون الحلول مالتها، اسبابها وكيفيه التخلص منها. راح نحكي على الاكتئاب، مرض الاكتئاب والاكتئاب بصوره عامه اللي مثل ما قلت ينصابون كثير من الناس به. وايضا راح نحكي على شويه شلون نقدر نقبل الحياه بحلوها ومرها، لان عندها ارتباط وثيق جدا جدا بالاكتئاب اللي ينصاب بالمجتمع ككل، وشلون نكون طبيعيين خلال الازمات وشلون نتجاوزها. طبعا بالبدايه اذا حكينا شويه عن الاكتئاب، هو احد مصطلحات اللي تصف حالات مرضيه او غير مرضيه يتغلب عليها الشعور بالشبه التام بالحزن. مرات الواحد يريد يبكي دائما، وايضا ضيق بالصدر. طبعا أكو أعداد كثيرة كثيرة من الناس ينصابون بها سواء ذكور أم إناث، لكن النسبة الأكبر هي للإناث، حيث تكون تقريبا 20% من الإناث يصابون بالاكتئاب و10% من الذكور ينصابون بنفس المرض. طبعا أكو نسبة ثابتة تقريبا اللي هي من 5 إلى 10% من الإناث و3% من الذكور ينصابون بنوبة الاكتئاب الكبرى، واللي تعد من الأمراض الشائعة بالمجتمعات كافة. طبعا أكو شغلة ثانية ومن الغريب بالموضوع، أنه أثبتت الدراسات أنه حتى الحيوانات ينصابون بالاكتئاب، يعني حسب التجارب والبحوثات اللي سووها من هذول الحيوانات اللي هم القردة والفئران. لكن إذا جينا صنفنا الأشخاص اللي يصابون أكثر بالاكتئاب منهم ماريا، إذا نحكي مثلا عن العمر، العلماء شافوا أنه الناس من عمر 45 إلى 64 ينصابون، هم الناس اللي أكثر معرضين لمرض الاكتئاب. هم أنا مثل ما قلت الإناث هم أكثر متعرضين لهذا المرض. الناس ذو بشرة السوداء والهسبانيك هم أكثر، خلينا نقول ناس اللي يعني متعرضين لهذا المرض. هم همنا يقولون إنه يعني هسا موجودين 121 يعني شخص بالعالم اللي عندهم مرض الاكتئاب، ويقولون إنه 36% من هذولا جايين من الولايات المتحدة من أمريكا. وهم بس أنا ما أعتقد هذا الشيء صحيح، لأن هذولا 36% اللي متشخصين بمرض الاكتئاب، إحنا أكيد أكو هواية دول ثانية بس ما يتشخصون هذا المرض، لأن أصلاً ما يعتبروا إنه مرض. فلهذا السبب هذولا اللي متشخصين، فأكيد أنا أعتقد إنه أكو أكثر بدول ثانية. اللي ومثل ما قلت ماريان، أكو مرض الاكتئاب وأكو الاكتئاب الطبيعي اللي ننصاب فيه. كل واحد يحس، هو اكو فرق بيناتهم، فاعتقد مهم واحد يعني يفرقهم. طبعا احنا بهاي الحلقه اليوم راح نفرق هذا عن هذا، لكن على الاثنين راح نحكي على حد سواء. جودي اذا مساء الخير. مساء النور ريان ومساء النور ماريان. اذا ارحب بجمه الترحيب ومشاهدينا الكرام. طبعا اليوم موضوعنا هو عن الاكتئاب، ولكن احنا ليش اختارينا الاكتئاب كموضوعنا اليوم؟ شفنا الموضوع أنه كلش مهم، هواي من المجتمعات تعاني من هاي المشكلة. من المعروف أنه أكثرية الدول اللي بتواجه هاي المشكلة، يعني مش شرط أنه تكون من البلدان خلينا نقول السعيدة، يعني في سبيل المثال أنه نعرف أنه الولايات المتحدة الأمريكية، نأخذ في سبيل المثال، أو خلينا نقول فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى على العالم
إصابتها بمرض الاكتئاب بسبب البطالة والعجز الاقتصادي من سنة 2008. وبالمرتبة الثانية تجي فرنسا. طبعا مع أنه كل العالم تريد تروح الأمريكا. أكيد طبعا كل بلد إلى يعني شغلات يعني مميزة تميز عن غير بلد، ولكن ايضا اكو بلدان لها ايجابياتها وايضا لها أكو سلبياتها. كثير شغلات سلبيه احنا ما نعرفها عن هاي البلدان. طبعا على فكره فرنسا هي ثاني اول بلد بالعالم بنسبه استهلاك الادويه الأول. لا الاول العفو استهلاك الادويه مضاد الاكتئاب في فرنسا. طبعا انا شفت انه موضوعنا اليوم كلش مهم، خاصه انه نواجه بمجتمعنا احنا هنا كعراقي هوايه من الشباب دي عارضوا دي عندهم مشكله من الاكتئاب. يعني يتعرضون للاكتئاب قصدي يتعرضون للاكتئاب، ولكن المشكله اللي يفوتون بها انه صح هم تعرضوا لحاله الاكتئاب لكن يتوجهون الى الادمان. يعني الادمان سببه هو الاكتئاب. اوكي مو مشكله، المعروف انه ببلدان العالم هواي حالات من الانتحار تصير، لكن هنا اللي يصير هنا هو يصير أسوأ. حكينا بحلقة الإدمان والمخدرات جودي من قلنا أنه أحد السبل اللي يتوجه إلها خاصة الشاب العراقي لهاي الشغلات اللي هي الإدمان والمخدرات هي مثلا يريد أريد أنسى نفسي يا أخي، أنا كلش ضايج، الحياة كلش صعبة، أريد أنسى من خلال هاي الأدوية. فهنا المشكلة شنو تصير أنه يتبع حالة الإدمان، يصير بحالة الإدمان على المخدرات، والحالة هاي تصير أسوأ من الانتحار. أوكي الشخص يعني انتحر الله يرحمه ما عندنا مشكلة بهالموضوع. أوكي ولكن الإدمان بمشكلة أكبر. حل لا ما في مشكلة خلاص. الإدمان اللي هو بارتباط رئيسي بالاكتئاب من واحد يدمن أكيد راح يسوي شغلات أسوأ طبعا يعني أكيد. حتى يقدر يحصل على المخدرات. لكن مشاهدي الكرام الاكتئاب بحسب تعريف المنظمة الصحة العالمية تقول هو مرض يميز شعور دائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة اللي يتمتع بها الشخص عادة. للأسف الشديد اليوم أكثر من 300 مليون شخص حول العالم بمختلف الأعمار، يعني من أقصد مختلف الأعمار يعني مرض الاكتئاب دي يصيب الأطفال، دي يصيب المراهقين، الشباب، الكبار بالسن. تمام؟ هو قلت لي شنو هو المرض العمر اللي معرض أكثر للإصابة؟ من 45 إلى 64. ليش جودي شو تقول أنت مثلاً؟ ليش إلا هذا العمر؟ ممكن يكونون مشغولين بالحياة أكثر. مشغولين بالحياة تجيتي من 64. من 45. 45. أنا أقول لك ليش. أول سبب هو التقاعد. زين يكون الشخص ما عنده شغل عمل وشاف تقاعد وقاعد بالبيت فهذا 45 ما متقاعد بعد طيب يعني بعض الدول اكو بعض اللي يتقاعدون 45 اي نعم اي. وصنفت منظمة الصحة العالمية تقول انه هو السبب الرئيسي للعجز عالميا. الاكتئاب الحاد خلوه بتصنيف فئة العجز يعني الحالة الميؤوس منها، وهو نفس التصنيف اللي خلوه بمرض السرطان بالحالة المتأخرة. رغم توفر طرق علاج فعالة لكن للأسف الشديد أكو كثير ما يأخذوا. أنه كثير ما يأخذوا يعني ليش؟ أقل من ربع من المصابين بهذا المرض حول العالم ما يأخذون هذا العلاج. أكو هواية أسباب اللي راح نتطرق لها. طبعا الاكتئاب هو السبب الرئيسي للانتحار حسب ما تقول منظمة Hope for Depression أنه 41 ألف شخص سنوياً ينتحرون بسبب العالم كله. العالم كله بسبب الاكتئاب. الاكتئاب. حلو. زين إذا حكينا شوية على أعراض الاكتئاب من واحد يشوف واحد مكتئب شلون راح يعرف أنه مكتئب ماريان؟ أعتقد فشي أول شيء لازم نخلي بالنا أنه وايا مرات إحنا نشوف شخص بس ما نعرف أنه هو مكتئب، يمكن هو يبين دائما فرحان بس هو بداخله مكتئب، فمهم أنه نحكي وياهم ونشوف شلون ده يحسون. بس أكو تصرفات يعني غريبة اللي عندهم الناس اللي مصابين بهذا المرض. مثلا واحدة منهم أنه دائما ده يفكرون بالانتحار فهاي الفكرة دائما بالهم، أو تشوف ما عندهم طاقة. إذا أنت شفت نفسك أسبوع كامل ما عندك طاقة يعني هاي علامة انه انت ممكن عندك هذا المرض. تحس انه انت ما عندك اي قيمة وتحس انه انت يعني ما عندك هدف بالحياة. يقولون علماء اذا انت يعني عندك ثلاثة من هذول الاعراض معناتها انه انت عندك
اكو طبعا اعراض ثانيه، لكن قبل لا اذكرها جودي، انت حسيت بهيك اعراض قبل؟ اعتقد كل الناس حاسين بهذا الشيء. هواي ناس حاسين هذا الشيء. طبعا ايضا من الاعراض الاخرى هي عدم رغبه الشخص بالتكلم ويا الاخرين. عزله، يريد يكون منعزل، يكون عزله. طبعا هواي من الناس يشوفهم انه يضحكون ويحجون وينكتون، ولكن احنا ما نعرف في الجانب الاخر منهم، فتلقاهم انه يعانون من صراع نفسي جدا شديد بداخلهم. واكو هواي اعراض طبعا، منها الشعور شديد بالكآبه اللي بدنا نحكي بيها هسه، وشعور بضيق التنفس، ودائما باي لحظه الواحد يريد يبكي بدون سبب معين، بدون سبب معلن، تشوف راسا يريد يبكي، ينعزل ويبكي على صفحة. وطبعا مثل ما قال جودي، الانعزال، ما يريد يشوف أحد، يكون دائما بغرفته، أو معدل النوم الإنسان الطبيعي من 6 إلى 8 ساعات، لكن إذا زادت على هذا الحد، مثل ما قالت ماريان، أكثر من أسبوع، أكثر من أسبوع، يعني أكيد هذا عنده نوع من الكآبة وينراد. ريان، إذا زادت وإذا نقصت هم. إذا نقصت أيضا. إذا نقصت هم، وهم أنا إذا واحد تشوف ما يقدر يركز هواية، تركيز مالته مو كل الزين، هاي هم أنا ممكن تكون علامة. وطبعا أكو أعراض ثانية للاكتئاب، تقول عدم الاستمتاع بالنشاطات اليومية، خاصة مثلا بالعمل، ما عنده، ما يستمتع بالعمل، من يمارس النشاط مالته المعتاد، مثلا هواياته رياضة كانت أو كانت موسيقى، ما يستمتع بهذا الشيء فيبتعد عنها. أي تشوف أنه يعني قبل مثلا كان يفرح أنه يسوي فتشي، هسه مدى يحس بنفس الفرحة اللي كان يفرح بها قبل، فهي علامة. طبعا أكو صفة ثانية تقول الرغبة الجنسية سواء عند الذكر والأنثى تقل بنسبة 80% سواء عند الذكور أم الإناث، ما يرغبون بالنشوة الجنسية، ما يعجبهم يمارسون هذا الشيء. بالإضافة إلى أكو ناس يحبون الأكل هواية من يكتبون، وأكو ناس لا، تقفل يمهم، ما يريد الأكل، الشهية تنتهي بعد. لذلك بعد مرور فترة شهر أو شهرين تحسهم صاروا نحيلين، صاروا ضعيفين جدا، أو بالعكس يصيرون اسمان الوزن مالتهم. يعني ريان الثاني يعني أنا من أضوج أكل هواية. أنت تضوج ما تضوج، مكتئب ما مكتئب. أنا أفرح أضوج، كل شيء أتعب. أنت كل هواية. طبعا ريان، الصدمة هم أنها تلعب دور رئيسي في هذا الشيء. أكيد أكو صدمة عن صدمة تختلف، ولكن الصدمة تأثر جدا على الشخص. جودي قرب المايك مالك شوي. وكل شخص هو معرض للإصابة بالإكس ده غيره. أشوف جودي، وهي خاصة إذا واحد يكون طفل، هاي من إحدى الحالات الاكتئاب اللي هي جودي. طبعا ريان، الاكتئاب هو في عدة أنواع، ولكن احنا اختصرناهم بثلاث أنواع، اللي هو الاكتئاب السريري، الاكتئاب الجزئي، والاكتئاب الشديد. الاكتئاب السريري يقصد به هو من الشخص اللي يعاني من الكآبة راح يفقد المتعة والاهتمام أغلب النشاطات لأكثر من أسبوعين، اللي ذكرناها قبل اللي ذكرنا قبل شوية. أيضا الاكتئاب الجزئي هو اضطراب مزاجي أقل حدة من الاكتئاب السريري، ولكن مشكلته أنه يدوم لمدة سنوات طويلة، فتلقى يعني مثلا أوكي تمام هو هادئ، ومرات تلقى مكتئب معصب وصاير عصبي، ما تعرف ليش، فتستمر هاي حالة ويا لمدة عدة سنوات. وآخر شيء عندنا الاكتئاب الشديد، هذا من أسوأ أنواع الاكتئاب، هذا يجي على شكل نوبة أو نوبات من الاكتئاب، ولكن يصاحبها هلوسة. طيب ماريان، مثلا إذا واحد ينصاب بالاكتئاب، الاكتئاب اللي بصورة عامة نحكيها، مو المرض القوي اللي أنا ينصاب به، أنت العالم، كل المشاهدين، كل العالم سواسية، من الواحد يحس بهذا الشيء؟ ليش يحس أنه بس هو مكتئب غير المقابلة يشوفه أنه هو فرحان وهاي بس أنا لا عندي طبعا منفعة؟ هاي بيها شيء علمي، مو بس أنه تشوف حركاته رح يتغيرون، لا، هو حمنا عقله رح يتغير. يعني إذا تسوي سكان مال شخص طبيعي وشخص مكتئب أو عندك كآبة، رح تشوف أنه أكو فتشي اختلاف. مثلا الفص الجبهي مال العقل، أو بالإنجليزي frontal lobe مالته رح يصغر، أنه تشوف أنه frontal lobe مالتهم أصغر من الشخص الطبيعي. أو الهيبيكامبس اللي هو مسؤول عن الذكريات بالعقل، همنا الكتلة مالته رح تصير أصغر، رح يعني رح حجمها رح يصير أصغر، وهذا شيء هواي يأثر. مثلا أنت هذا إذا يعني يصغر الهيبيكامبس مالتك، بالمستقبل ممكن تتعرض إلى زهايمر،
فهذا يعني لهذا السبب هواية تدير إذا طالت فترته، إذا طالت الفترة مالتها، وحتى إذا مثلا تشوف أنه يعني فترة تكتئب وبعدين تفرح، يعني إذا هواية يغير الحجم مالته يتغير هواية، هاي هم يأثر على الزهايمر. إذا مشاهدينا الكرام، مثل ما قلت دائما الواحد من يحس بالاكتئاب، من يحس ب بعد ماكو مستقبل، أحس أنه نفسي ما عندي أي هدف بالحياة، ما عندي أي منفعة بالمجتمع اللي داعي أعيش بي، دائما الواحد يحس أنه بس هو بهذا الموقف، لكن ما يعرف أنه المقابل أيضا بهذا الموقف، ممكن بمرة من المرات، مو شرط بنفس اللحظة، لكن العالم كله مثل ما قلت حتى بداية الحلقة، العالم كله ممكن ينصاب بالاكتئاب، مو شخص واحد. حتى تعرفون أكثر على شنو دا أقصد، خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع لكم مرة. ما رح نتكلم عن أنواع الإحباط الأكثر تطرفاً وإعاقة للحياة واللي تطلب مساعدة طبية، بل نقصد الأوقات اللي نشعر بيها بالغرق بحالة من القنوط التام، طبعاً وفق العبارة ثورو، مثل منطقة نائية كبيرة ورمادية حيث نتحلى ظاهرياً بالجلد، بس إحنا نشعر بأننا منهكين وعلى وشك البكاء، بحيث ما رح ينفعنا تعاطف الآخرين، نغضب ونحبط بسهولة من المهام البسيطة، وقد يكون أكو محفزات معينة لكآبتنا، الرفض من صديق مقرب، الإذلال المصاحب للعمل، إدراكنا المتنامي أن الخطط الطموحة اللي وضعناها سابقا قد انتهت إلى لا شيء يذكر، ولسوء الحظ يعتبر الحزن أمر محظور. بشكل خفي ماكر تميل المجتمعات إلى التأكيد على البهجة، ما ينتهي بنا المطاف إلى الكفاح فحسب، بل بالشعور بالإذلال إذ نوقع في مثل هاي الصعاب، على الرغم من هذا الشيء ماكو شيء طبيعي وعادي أكثر من الحزن. عدنا الكثير جدا من ما يعكر من مزاجنا ببساطة، وكنتيجة لكوننا أحياء لابد أن راح نشعر كثيرا أنه قد أسيء فهمنا، انتقدنا بشدة وتم تجاهلنا أو رفضنا، راح نواجهه بغبائنا ونصحق بقبحنا الداخلي وجبننا، راح نتخذ بعض القرارات المريعة الخاطئة ونغذل الآخرين ونشهد معاناة وموت اللي أحببناهم قبل أن نستسلم إحنا للموت. الأسباب اللي تجعلنا نشعر بالإحباط والاكتئاب تمس كل الناس تقريبا، هي عالمية وطبيعية، المعاناة اللي تجعل المرأة أطفال سعداء مثير للشجن، إحنا نعرف بينما هم ما يعرفون بعد كم المعاناة اللي راح يعانونها، احنا ما نعرف التفاصيل الدقيقة، بس احنا نعلم انه بطريقة او باخرى انه حد معين من الاهوال راح يقلعهم بمرور الوقت، راح يكون علينا كل يوم دون ان ننتبه تقريبا ان نقاوم العديد من الاسباب القوية لعدم اليأس، نعتمد على محرك داخلي او عضلة من الامل، نضخ افكار تواسينا، وبيوم من الأيام راح تبدو المهمة ثقيلة جدا لدرجة أنه ما راح تتحمل العضلة. مثل هاي الأوقات علينا أن نحتفظ بعدة أفكار بعقلنا، كبداية أنه الشعور بالأسى مو خلل فردي، هو حقيقة أولية لكل أنواع، احنا كائنات حساسة للغاية مثل أبنية هشة، معرضين باستمرار للخطر، بأغلب الأحوال عميان متفائلين دون نظر للواقع، وبحاجة ماسة للحب والتعاطف، ابتلاءنا هو عرض لكوننا بشر وأبد مو لعنة مرتبطة بوجودنا. الآخرين من قد يبدون ناجحين مبتهجين ورابطين الجأش رح يرحلون باللحظات اللي يحمون أنفسهم منا إلى نفس مناطق اليأس اللي نفينا إحنا إلها من قبل، نعيش قريبين جدا من أنفسنا، نعلم الكثير عن نقائصنا الشخصية، ننسى أن عيوبنا بالحقيقة شائعة، فهي موجودة حتى بالناس الراقين ظاهريا، الجميلين، الأغنياء، حتى الجيران، لو قدرنا فقط أن ندخل لعقولهم راح نشعر بأن أقل وحدة بكثير. كحقيقة من الصعب علينا أحيانا أن نتواجه مع الآخرين، ومن السهل رسمنا كشخصيات متذمرة ومزعجة، بس احنا بالحقيقة اشخاص حزانة ومو اوغات، قلقين بس مو سيئين، من الصعب جعل يأسنا يبدو جذاب او تقديم انفسنا بالطريقة اللي تضمن لنا العطف اللي نحتاجه، على الرغم من كوننا قساة على انفسنا اكثر من قسوتنا على الاصدقاء، لازم على الاقل ان نغفر لانفسنا مثل ما نغفر لمعارفنا بلا تردد. بالنهاية وبالرغم من جاذبية الفكرة، فاحنا ما نقدر ابدا التخلي عن حياتنا،
أكو الكثير من الناس اللي يعولون علينا حتى لو كان وجودهم غير ملموس الآن. علاوة على هذا الشيء، إحنا ما نعرف المستقبل، هو الجانب الآخر لتعويلنا على الفرصة. الأمور قد تتحسن قليلا لأسباب من الصعب توقعها، مثل ما تغبو الملذات وتبدو بلا معنى مقارنة بالماضي، مثل ما تمضي الآلام وتلين أحيانا على الأقل. الأمور اللي اعتقدنا عدم قدرتنا على تجاوزها تصير تدريجيا محتملة. نضبط وضعيتنا العقلية وننحني للتأقلم مع واقع جديد. كوننا بائسين هذا مو يعني يقصينا من المجتمع البشري، هي علامة مؤكدة على أنه إحنا طبيعيين جدا، وأنه الحياة تستمر بطريقتها السوداوية تقريبا وفق خطة معينة. طبعا الفيديو كلش كلش مهم، تعرفون يعني أهم شيء أعتقد إذا واحد يريد يأخذ فد نصيحة من هذا الفيديو يكون إنه يحس إنه الاكتئاب فد شيء طبيعي، فد شيء يعني من البشرية، يعني أي واحد بشر يكون ممكن يحس بالكآبة، أي واحد بشر يكون ممكن يسوي غلطة بحياته، ممكن يسوي يأخذ قرار غلط، ممكن يحس إنه فيعني فد شيء كلش طبيعي. فإنه يعني أعتقد وين تجي مرحلة إنه واحد يريد ينتحر، أو تجي مرحلة إنه الاكتئاب يصير خطر، لما أنت تحس بوحدة، لما أنت تحس إنه ولا واحد مدى يفتهمك. فكلش مهم إنه تحكي ويا الناس، لأن أكو ويا ناس مارين ونفس التجربة اللي أنت مار بيها. يعني إذا عرفنا الأسباب بشنو اللي تخلي الواحد يصيب بالاكتئاب، أكيد راح نعرف ماريان، وراح نتأكد وحتى المشاهدين راح يعرفون أنه كل العالم ممكن ينصاب بالاكتئاب. مثلا خلينا نقول واحد من الأسباب هو الوراثة، ممكن الوراثة تكون سبب إصابة الشخص بالاكتئاب، ومنها عوامل عضوية أيضا، كثير أمراض عضوية ممكن تصيب الواحد بالاكتئاب، مثلا جلطات الدماغ أو الشلل الرعاشي أو كسل الغدة الدرقية ممكن تؤدي إلى الاكتئاب. أكو عوامل نفسية أخرى هي هاي السبب الرئيسي للاكتئاب، نفسية أو اجتماعية كانت، مثلا واحد فقد شخص عزيز عليه، مثلا حالات الطلاق اللي تصير، مثلا واحد دخل بحالة مادية اقتصادية مو زينة، أكيد راح ينصاب بحالة من الاكتئاب. وأيضا ريان الإحباط والفشل وخيبة الأمل هم تلعب دور أساسي بالاكتئاب، وأيضا التربية الخاطئة. ولكن أهم شيء هو الأحداث الحياتية، الأحداث اليومية اللي احنا نعيشها. أكو قسم من الناس دي يعيشون بسعادة، أكو قسم الناس دي يعيشون بحزن، ودي سببهم من هذا الشيء الاكتئاب. على الأقل إحنا دا نشوف هيك، لكن هو بالحقيقة كله مع سواسية. أكيد أكيد، يعني خلنا نأخذ على سبيل المثال العراق. يعني شعب العراق بصورة عامة صار له فترة طويلة من السنين عانى من الحروب، عانى من الظروف اللي فات بيها الاقتصادية. يعني ومنها الظروف اللي مرت قبل شوية، مثلا سواء كانت حالات قتل، حالات إرهابية، مثلا الغرق، حالات اللي صارت، الحالة صارت قبل يومين، مثلا الوضع السياسي بالعراق مو مستقر، هاي كلها تؤدي إلى نوع من الاكتئاب. هاي مليون بالمية ما تقبل غلط. لا عدش قد مكتبين من صار لش قد 40 سنة، بس بعدنا الحمد لله نضحك، وبعدنا يعني هسه جودي هيات اكيد جودي اكبر دليل، اكبر دليل يا ضحك اتعودنا على هذا يا محلا. اذا يعني مشاهدينا اكو اسباب كثيره كثيره تخلي الواحد يكتئب. طبعا اذا اكو اسباب تخلي الواحد انه يكتئب، اكيد بالمقابل اكو علاجات لهذا الشيء جودي. اكيد عندنا علاج للاكتئاب. طبعا اول علاج هو الاسبيناخ. مشاهدينا الكرام لا تضحكوا ولا تقولوا ليش الاسبيناخ، تدرون ليش الاسبيناخ؟ باباي طبعا يصير باباي. الاسبيناخ تمنع الاكتئاب لانه تحتوي على 19% من ماده المغنيسيوم اللي يحتاجها الجسم. لا ما ده شاقه صدقني. لا لا صدقني جديات. طبعا الاسبيناخ يحتوي على 19% من ماده المغنيسيوم اللي يحتاجها الجسم يوميا، وتساهم بانخفاض نسبه الاكتئاب بالانسان. ليش؟ لانه هي تزيد نسبه المغنيسيوم اللي يحتاجه الدماغ، وايضا هرمون السيروتونين. سيروتونين بالضبط يحتاجه الدماغ، بالحاله ما راح يحس الانسان بالاكتئاب. هو من احد اسباب الاكتئاب انه يقولون علماء النفس والطب العادي على حد سواء يقولون انه السيروتونين يكون ناقص كلش بالدماغ،
فأكو مشكلة بالناقلات العصبية اللي توصل الدم من القلب إلى الدماغ، فما يوصل السيروتونين إلى الدماغ، لذلك يحتاج الإنسان يعني يأكل سبيناخ. يحتاج الواحد يأكل سبيناخ. بابا إذا سيلو من بيب بيب. جبت سبيناخ وياك؟ لا ما جايب قوطية، مو هاي القوطية اللي يسويها يجي تفتح. فاتتني والله. طبعا ايضا عندنا العلاج الاجتماعي، هو علاج تشترك به البيئه المحيطه بالمكتئب، يعني الوالدين والاخوه والمربين يلعبون دور كلش مهم حتى يقدرون يعالجون المصاب بالاكتئاب. اكيد طبعا قبل ان نحكي بموضوع العلاجات لازم نحكي على فد موضوع معين مهم جدا بالنسبه للعلاج، هو انه ماكو اي علاج وماكو حل فوري بمكانه لازم ينحل، لا، كل علاج وكل الحلول لازم تاخذ وقت معين، سواء كان شهر او اسبوع او ايام وتيفر، يعني لازم ياخذ وقت الى ان يصير العلاج، وهذا العلاج ينراد له وقت، ينراد له طاقه، ينراد له جهد ايضا. وبالعلاج ما يصير نفصل العقل عن الجسد وعن النفس، هذول الثلاثه واحد مرتبط بالله علاقة ارتباط وثيق، خاصة من الواحد يحكي بموضوع علاج الاكتئاب، هذول ثلاثة مرتبطين جدا، فلذلك قلنا نفسيا أيضا هو واحد من الحلول. العلاجات اللي قالها جودي هي الاجتماعية أو السبيناخ. طبعا ريان، أكثر شيء الأشخاص اللي مصابين بالاكتئاب يحتاجون هم الماكلوس فينا. هم يحتاجون شخص أن يراعيهم. طبعا أنا شفت هواي حالات للأسف الشديد، يعني شفت هواي حالات أنهم من أشوف شخص مصاب بالاكتئاب ألقى الأشخاص اللي محيطين به يضحكون عليه، يقشمرون عليه، ليش؟ حتى تزيد الكآبة مالته. ليش من مكان أنه أنتم متحوه، المدح يشتغل وبفعالية أكثر من الانتقاد. بإمكانك أنه تذكرهم من ممكن أنه يسوون أشياء حتى تحسن موقفهم، لكن أكيد لازم تسوي هذا الشيء بعناية ولطف حتى تقدر تأثر عليهم. بس بنفس الوقت الشخص اللي يكون مصاب بالكآبة تشوفه هواية مرات ما يحب أنه يسمع أي نصيحة من شخص تاني، لأن يحس أنه شخص تاني ما رح يفتهم المشكلة اللي عنده، يقدر يأثر عليه. طبعًا. يقدر يأثر عليه. فكلش مهم تعرفون أنه مرات مثلاً أكو دول تصير مشكلة، مثلاً خلينا نقول كارثة طبيعية صارت، يجيبون الناس اللي مروا بنفس المشكلة يخلوهم دائرة ويقعدون يحكون على المشاكل مالتهم، شون حسوا بالمشكلة وشون يقدرون يحلوها. فلهذا السبب هواية مهم أنه تحكي ويا واحد مر بنفس المشكلة مالتك، أعتقد هيك راح يقدرون يفتهمون على بعضهم أكثر. طبعاً أكو هواية علاجات أيضاً للاكتئاب، بس خليني أرجع شوية للسادة المشاهدين. الزميل العزيز رياض توما، تحياتي لك، مشتاقين لك كوما. ده يقول أنا نصيحتي اللي عنده اكتئاب يشوف بابلون تي في وأكيد راح يشفى. الله، هذا أحسن حل للاكتئاب. رياض توما، تحياتي لك عزيزي، شكرا. صديق البرنامج الدائم طبعا منتظر عبد الأمير، أعتقد هو اضطراب وليس مرض، بس عايش بالعراق، شنو تريد الوضع؟ بمبي وأنا جنبك وأنت جنبي. تحياتي لك منتظر عبد الأمير، شكرا جزيلا. شرب المرقس، تحياتي لك، شكرا. هوزاك رسول، موضوع مهم جدا، منورين، تحياتي لك هوزاك، شكرا جزيلا. رياض يقول الشعور بالوحدة من أكثر أسباب الاكتئاب. هو من أحد نتائج الاكتئاب الشعور بالوحدة، دائما من واحد يصاب بالاكتئاب يشعر أنه هو وحيد ويريد أن يكون منعزل عن الآخرين. دانيال صبري، سلامي إلى كادر بابلون، أكثر شخص مكتئب بالعالم والمخرج. ليش؟ لا خطية المخرج. هو إحنا كلنا مصابين بالاكتئاب، ماكو واحد مصاب بالاكتئاب. تحياتي لك دانيال صبري، شكرا. نبيل الآشوري، الاكتئاب ناتج عن الضغط النفسي والتفكير الزائد بأمور لها تأثير مباشر على الشخص بسبب البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، أو نتيجة الاضطهاد الفكري أو الجنسي أو الديني، بسبب النظرة الغير صحية تجاه بعض الأمور، مما يسبب محددات كثيرة على الفرد، وإن أهم أسبابه هو عدم قدرة الشخص الاعتراف بأنه مريض ليقرر مراجعة طبيب نفساني أولاً، أو لأنه لم يجد من يسمعه محاولة مساعدته لحل مشكلته.
طبعا مداخلة جميلة جدا نبيل الأشوري، شكرا جزيلا على مداخلتك. وأيضا أكو نقطة مهمة نبيل، أنه الواحد ما يراجع الطبيب النفسي، الطبيب النفسي من أهم الأطباء الموجودين يعني. أكيد. جودي إحنا ما عندنا هيش ثقافة، تسامع أكو طبيب نفسي هنا؟ تعرفون 80% من الناس اللي عندهم كآبة ما يتشخصون، يعني ما يروحون أصلا للطبيب. إحنا أكيد إحنا مو فتشي متوفر حتى الناس يروحوا له، لأن ما موجودة بثقافتنا. هو أكو طبيب نفسي بس موجود بثقافتنا، يعني مثلا إذا أني صابت بالكآبة حقيقة ما راح أروح الطبيب نفسي، حتى لنا الناس يقولون أنه مخبل مجنون راح الطبيب نفسي. وبالعكس هو أي واحد يحتاج طبيب نفسي سواء صابت بالكآبة أو لا، لأن كثير من الحالات الواحد يمر بها لازم الطبيب النفسي ريان. هو يشوفك حالة. أكو دول يعني هذا صار من روتين مالتهم، أنه كل عائلة أكو عندها طبيب نفسي وكل أسبوع يروحون يراجعون. بالضبط. فالشيء كلش طبعا هواي من الناس ترتاح من تزور الطبيب النفسي. ليش؟ لانه تقدر تشرح له كل همومك، يعني المشاكل اللي انت تمر بيها سواء على الصعيد الشخصي او الصعيد العام. الطبيب النفسي راح يساعدك حتى تحل. ده حسك مراجع طبيب نفسي قبل هاي المعلومات عندك على الطبيب. لا لا يعني فعليا يعني مو سهله. هو يتفهمك، يعني حاول انه يساعدك يعني قدر الامكان. لك هو لا ما رايح عني حتى اذا رايح هو في سياره بس اخر شان اللي عرفه صدقوني كلش طبيعي. الطبيب النفسي يعني كلش طبيعي، ما بدي اقول بالاكتئاب، يعني بالثقافات العامه بالثقافات الغربيه بامريكا او اوروبا الطبيب النفسي يكون كصديق. يعني دائما لازم الواحد يراجع طبيب نفسي، هو 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 ينصحه انه شو يسوي بالحياه، شو يسوي بالحياه. يعني بس المشكله الجلسه مع العلاج النفسي شو كلش غالي، يعني هو صديقك اثناء فتره العلاج بس وراها يقطعك. هو همين الجلسات يكون؟ اي طبعا عشان صدق؟ كل جلسه همين الدخوليه 25,000؟ لا وينك اي بس زين ما عنده هو تحاليل واشعه 25,000 شنو ريان؟ لا اصعد اصعد هواي. لا ما دام تعرف السعر يعني انت مراجع. لا تعرف ما تغبر الغرض. هاي جودي ايش قد؟ هواي هواي تعبر ال 100 وال 200 تعبر ال 100. طبعا من العلاجات الثانيه للاكتئاب مشاهدينا هو العلاج الذاتي للاكتئاب يسموه. طبعا من اهم العلاجات للاكتئاب اللي هو الواحد يعالج نفسه من الاكتئاب، لكن يكون عنده اراده قويه جدا راح يقدر يسيطر على هذا الشيء. مثلا ابسط شيء واسهل شيء هو الابتسامه. الأبحاث الأخيرة أثبتت أن الابتسامة تقوي عضلات القلب، ومما يؤدي إلى تقوية ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم، فهذا يؤدي إلى يبعث بالنفس الهدوء والإحساس بالبهجة والسرور. طبعا دراسات أخرى أثبتت، وطبعا طرحت قبل فترة مو كلش بعيدة، أعتقد قبل 6 شهور، يقول أنه الصداقة اللي حكيت عليها ماريان قبل شوية، الصداقة من أهم أسباب اللي تخليك تبتعد عن الاكتئاب. دائما الواحد من يكون عنده أصدقاء، من يختلط ويا أصدقاء ممكن ما يتعرض للاكتئاب، وحتى لو متعرض للاكتئاب راح هذول الأصدقاء ممكن يساعدوه بطريقة أو بأخرى أنه يروح من هاي المشكلة. بس هاي مال الابتسامة أعتقد إذا ما تريدون تجاعيد لا تبتسمون هواية، لأن يعني ممكن يأثر عليكم بالمستقبل. أنا ما عندي تجاعيد، ما ابتسم هواية. طبعا أنت ما شو قد تبتسم، بس إذا تريد تقابل تبتسم. أيضا ريان يعني أكو الأدوية، هواية من الناس تفتهم أنه الأدوية هي تعالج الاكتئاب، ولكن هاي الفكرة هي كلها غلط. هي تخفف من الأعراض بالضبط حتى تتمكن أنه تسوي شيء اللي حكيت عليها هسه، أنه حتى تقدر تسوي هاي الشغلات اللي هي العلاج الذاتي للاكتئاب. ولكن أنا برأيي أحسن علاج هو لمرض الاكتئاب الاسبيناغ. لا 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 ما عدا الاسبيناغ، ما عدا الاسبيناغ الرياضة. الرياضة هي تساعدك حتى تتخلص من الضيق والاكتئاب، وتقدر تمارس التمارين الرياضية بانتظام، لأنه هذا الشيء يساعد على إفراز مادة كيميائية مسؤولة عن تحفيز المشاعر الإيجابية والجيدة بجسم الإنسان، وهي الأندورفين. طبعا بطار الرياضة فتحت هذا الموضوع، أريد أنوه للسادة المشاهدين أنه شركة بابلون، مؤسسة بابلون، راح تسوي فد إيفنت لأول مرة من نوعه طبعا يصير بالعراق وبالمنطقة، يسموه أكو رياضة معينة يسموها الكيك بوكسينج العالمية. طبعا هواية من الشعب العراقي تابع هذا الموضوع، وعدنا أبطال كثيرين منتشرين بالعالم كله العراقيين. الإيفنت اسمه بي أكس إف
راح يقام هنا بمؤسسة بابلون بيوم 4 أبريل نيسان. راح يقام طبعا اكو مقاتلين عراقيين واكو مقاتلين اجانب ايضا راح يحضرون، راح يكون ايفنت كبير جدا وايضا راح ينقل على بابلون تي في، راح تقدرون تشاركوه، راح نستضيف هواية شخصيات بهذا الرياضه. طبعا انا ليش ربطت هذا الموضوع لان دا اقول انه هاي هي ايضا رياضه وايضا المشاهده لها ممكن ان تبعد الواحد عن الاكتئاب. اكيد بالضبط، هو اصلا الاكتئاب ياثر على الجسد مالتك، فانت اذا ما تدير بالك على بهاي الفترة ممكن واي يأثر بالمستقبل. فشيء ثاني، العلماء شافوا انه اذا انت تخلي 3 أهداف بسيطة تسويها خلال يومك هاي ممكن تساعدك. مثلا 3 أهداف كلش بسيطة، انه يعني سمبل، مثلا تاخذ مثلا واحدة منهم تاخذ شاور، تعزل الغرفة مالتك وتخابر صديقك، هذول 3 أهداف كلش بسيطة، بس أنت من خلال هذول 3 أهداف راح تحس إنه أوكي سويت إنجاز هاليوم، تقدم شوية شوية بالضبط. فهذا الشيء راح يحسسك إنه شوية شوية تطور من نفسك. بالضبط. أكو أيضا طريقة أخرى أيضا الباحثين أصروا عليها وقالوا إنه عدها فعاليتها الخاصة. من الواحد يحس بالكآبة دائما إذا كتب على ورقة الشغلات اللي ما يحبها، الشغلات اللي مثلا أريد أكون منعزل، أريد ما أحكي ويا فلان وما أسوي فلان شيء، أريد أبكي، يكتبها على ورقة وهاي الورقة يشقها ويشمرها، فأكو احتمال 60 أو 70% أنه ما ترجع لمرة ثانية هذا الاكتئاب. طبعا مشاهدين الكرام أكو خطوات كثيرة ممكن الواحد يتغلب على مصاعب الاكتئاب اللي تجي، الاكتئاب العام اللي دا احكي بيه مو على مرض الاكتئاب. منها مثلا الواحد يقدر يبقى هادئ مثل ما حكينا قبل شوية، الإحساس بالمشاعر الداخلية، كتابة المشاعر السلبية مثل ما قلت لكم، وعمل تغييرات إيجابية. مثلا من أنا دا أشوف دا أعيش بروتين ممكن أعيش بطريقة أخرى غير ما دا أسوي هذا الشيء، ممكن الاكتئاب مالتي يروح أو ممكن ما يجي لي أصلا، يعني أصلا ما يجي. موجودي؟ أكيد. لو يأكل سبيناخ هو لازم يأكل سبيناخ. سويتوها لازم عليها. لا والله بس كانت فكرة غريبة جدا جودي، يعني مال سبيناخ حقيقة أنا يعني ما متوقع. والله حقيقة مثبتة. أنا أحييك والله، أحييك جودي. إذا عليكم بالسبيناخ يا شباب، راح تصيروا مثل باباي والله هيك العضلات وهاي. على العموم مشاهدينا طبعا خلونا نشوف هذا التقرير اللي ايضا اكو ميزات اخرى تحكي عن كيفيه تقبل الانتكاسات. مثلا اذا مرت عليك انتكاسات، مرت عليك مشاكل، شلون راح تكون تصير طبيعي، شلون راح تواجه هاي المشاكل. ممكن تكون هاي المشاكل لصالحك. دائما تقول العوارض اللي تجي لي، الانتكاسات اللي تجي لي، العواقب اللي تجي لي ممكن تكون قوه لي وممكن تكون سند لي، لان اكيد انا راح اخذ درس من هاي. فخلونا نشوف هذا التقرير وعشر ميزات ونرجع لكم مره ثانيه. بمجرد بلوغنا عمره 12 سنة نحث على أن نكون أشخاص لطيفين، كما يتوقع منا أن نبذل جهد لكل أمور الحياة خصوصا العمل. لكن فكرة استهلاك الطاقة بالتفكير به ثم التدرب على فن اللطافة من الممكن أن تكون الفكرة غريبة. لذلك وضعنا قائمة بعشر مزايا نعتقد بأنها مهمة جدا بهذا العصر الحديث. المرونة وسهولة التكيف، وهذا هو فن الاستمرار بالحياة. حتى لو أن الأمور تبدو سيئة، ففن تقبل الانتكاسات على أنها عادية ورفض تخويف الآخرين بمخاوفنا، وتذكر أن طبيعة الإنسان بالنهاية قوية بشكل يطمئن. التعاطف، القدرة على الإحساس بمعاناة الأشخاص الآخرين وتجاربهم الفريدة، والشجاعة حتى تصير شخص آخر وأن تنظر لنفسك بمصداقية. الصبر، يتعكر مزاجنا لأن نعتقد أن الأشياء لازم تكون مثالية. إحنا تطورنا ببعض المجالات مثل صعود الإنسان إلى القمر، ولكن إحنا غير قادرين على التعامل مع الأشياء اللي تكون مصرة أنه تستمر بطريقة خاطئة، مثل الازدحام المروري والحكومة والأشخاص الآخرين. لازم أن نصير أكثر هدوء وتسامح كل ما كبرنا بالعمر، وأن نكون أكثر واقعية بطريقة سير الأمور. التضحية، احنا مجبولين لطلب ميزاتنا، لكن ايضا نملك قدرة خارقة ببعض الحالات. ننسى ارتياحنا الخاص بسبب امر او شخص اخر، لكن ما نقدر ابدا ان نربي اسرة او نحب شخص او نحفظ الكوكب طالما ما نتواصل شخصيا مع فن الرضا. التهذيب،
التهذيب عنده وجه معاكس، احنا غالبا نجزم بانه مصطنع وهذا هو السيء والعكس تماما لانفسنا وهذا هو الحسن، لكن يقدم الغالبية من العطاء من اعماقه. لذلك يجب علينا فصل الاخرين عن اعماقنا، وايضا احنا نحتاج لتعلم المهارات اللي تكون مؤذية لانها الضرورة الداخلية للحضارة. التهذيب مرتبط جدا بالتسامح، وهو القدرة على العيش مع أشخاص ما تتفق وياهم لكن بنفس الوقت ما تقدر تتجاهلهم. الفكاهة، رؤية الجوانب المضحكة للشخص وللمواقف اللي تصير وياه ما يبدو الأمر جيد، لكن جزء لا يتجزأ من الحكمة، لأنها إشارة على أن الشخص قادر على فرض الخير بالفجوة بين ما نريد أن يحدث وبين ما تقدر الحياة أن تقدم إلنا، مثل الغضب والسخرية من خيبة الأمل، لكن يمكن لخيبة الأمل أن توجهنا، وهاي أفضل الأشياء اللي يمكن أن نسويها بحزننا. الوعي الذاتي، لمعرفة ذاتك لازم ما تلوم الآخرين على الصار من مشاكل وتقلبات لمزاجك، وإدراك الأمور اللي بداخلك والأمور اللي تنتمي للعالم. المغفرة، المغفرة تعني أنه يكون عندك ذاكرة طويلة لكل الأوقات اللي ما كنا نواصل حياتنا دون شخص يقطع هدوءنا، مع إدراك أنه العيش مع الآخرين مستحيل بدون معذرة أخطائهم. الأمل، حاليا العالم هو مجرد ظل شاحب للشيء اللي راح يصير بيوم من الأيام، حيث احنا ببداية التاريخ يصير اليأس سهل وغير إرادي كل ما زاد العمر، بعكس مرحلة المراهقة اللي كانت رائعة ومليئة بالمغامرة. مو بالضرورة أن يصير التشاؤم عميق ولا التفاؤل سطحي. الثقة، أعظم المشاريع والمخططات تفشل، وماكو سبب أعظم من أن من تجرأ. الثقة مو غرور، لكنها تقوم على إدراك مدى قصر الحياة ومعرفة قلة ما نخسره وبالمخاطرة بكل شيء. خل تبقى هاي المزايا بذاكرتنا، وخل نحاول نتمرن عليها شوية كل يوم. إذن مشاهدينا، مثل ما شفنا هي هاي الحياة، وهو هاي هي هاي بنية الإنسان. الحياة بها سعادة وبها حزن، بها وقوع وبها رجوع مرة ثانية، بها كل شيء، والإنسان يقدر يتحمل كل هاي الشغلات. طبعا كل الطبقات السواسية، سواء كان فقير أو زنجين، كان عالم أو أمي، أي شكل كان الإنسان ممكن يتحملها. هي البنية هي نفسها، ما تفرق، هو هذا نفسه، هذا نفسه، لكن كل واحد يقدر يتحمل هاي المصاعب. ومثل ما قلنا بداية خلال الحلقة كلها، شون راح تقدر تتحمل هاي المصاعب؟ عندك بابا جودي. طبعا ريان، بالرغم على أنه مواجهة التحديات ممكن أن تشكل نقطة سيئة بحياة الإنسان، لكن نفس الوقت هي راح تخليه أن يكسب شخصية أفضل، بحيث يقدر أن يتعلم أن يتخذ القرارات الصحيحة. ممكن ده أقول يعني حتى المشاكل اللي يواجهها ممكن يستفاد من هاي المشاكل، يشوفها فشيء إيجابي إله. شلون؟ أنه يتعلم من المشاكل مالته، أنه يصير أقوى بالصدمات الحياة اللي يواجهها. ومثل ما قلت ريان، لازم واحد يكون متهيئ. يعني هي هاي الحياة، أعتقد فشيء مهم أنه نفتهمه، أنه الحياة مو درج راح تصعد يعني فد مكان وراح تفرح كل حياتك. الحياة إذا نجي عليها هي مثل سكة الموت، أكون مرات تكون فرحان، أكون مرات تكون حزين، تكون يعني متكأب. هذا فشي صاعد نازل، يعني هي هيك الحياة. صح، أكيد. إذا جودي عندك إضافة للموضوع؟ تمام. سبيناخ سلق سلق ما في سلق؟ لا لا، لازم سبيناخ. لا بس سبيناخ. إذا مشاهدينا الكرام، أنا أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، أشكر كل اللي كانوا ويانا. طبعا رياض توما، بس أريد أقرأ هذا التعليق، فعلا ريان أنا وياك 100%، أطلع الصبح وخلي واحد ما تعرف يقول لك صباح الخير، أنت رأسا راح تبتسم وأكيد راح تكون سعيد. أنا كنت أعاني من الاكتئاب بس عالجت نفسي بنفسي، صدقني هي هاي حالة ما تتمناها لعدوك. أكيد 100%، هي واحدة من العلاجات هي الابتسامة، ومثل ما قالوا العلماء يعني مو الكلام ما كان من عندي أبدا. تحياتي لك وتحياتي. نعم، تعليقا على كلام رياض، شوف يعني أكو قسم من الناس عايشين بهذا الليفل، أكو قسم من الناس كانوا عايشين بهذا المستوى ووقعوا، ولكن من دين صابر بحالة الاكتئاب هم شنو لازم يسوون؟ لازم يشتغلون على نفسهم. ليش ما وقعوا هيك؟ فش راح يسوون؟ لازم يبدون
يبنون شوي شوي ستيب باي ستيب خطوة خطوة يأخذون القرار الصحيح ويتعلمون من الغلطة اللي وقعوا بها يصيرون أقوى حتى أقوى. يصيرون أقوى وأحسن أكيد. إذا شكرا جزيلا جودي, شكرا جزيلا مريان على المعلومات القيمة. أشكر كل اللي تابعونا عبر بابلون تي في وأيضا عبر السوشيال ميديا الفيسبوك والفايبر. التليفونات راح تكون مفتوحة بأربح مع طبيخ تايم بعد هذا الفصل. طبعا أريد أشكر كل الكادر المصورين الكونترول المخرج, تحياتي لكم شكرا جزيلا. أكلوا سبيناخ كل شيء هواية, اتغذوا ما راح نصور بالاكتئاب صح جودي؟ أنا بالحلقات الفاتت كانت هاشتاك تكة جودي, أنا أريد اليوم هاشتاك سبيناخ جودي. نطول هذا الهاشتاك تمام. إذا شكرا جزيلا أحبة المشاهدين, لا تبتعدون هواية. راح ننتقل إلى فقرة أربح مع طبيخ تايم. الحياة ويانا أحلى, أحلى.